بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات أردنية عبر قناة جوسات. احنا الآن موجودين في العاصمة عمان في ضيافة كفاءة أردنية جديدة، في ضيافة ابن بلد أصيل، في ضيافة رجل أعمال يشكل قصة نجاح من قصص النجاح وهي كثيرة في هذا البلد الطيب والغالي. البداية كانت من دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي، والآن الاستثمار أصبح في عمان. للمزيد من التفاصيل بداية نرحب بعطوفة الأستاذ عمر عبد الجواد المدير العام، طبعا وهي شركة متخصصة بالاتصالات والخدمات اللوجستية. بداية أستاذ عمر، مساء الخير يا سيدي. مساء النور. منورنا عبر شاشة التلفزيون، عبر شاشة قناة جوسات الأردنية. بالتأكيد وأنت تشكل نموذج لابن البلد الأصيل كما أشار، وأحد الكفاءات الأردنية اللي بنعتز وبنفتخر فيهم. بداية سيدي، يعني وأنت غني عن التعريف وأشهر من تعرف في هذا القطاع وفي هذا البلد الطيب وفي هذه المنطقة تحديدا، عبين عرف سال المشاهدين بالأستاذ عمر عبد الجواد أكثر. نتحدث عن مكان الولادة، الدراسة، بداية الحياة العملية ومراحلها، والعائلة الصغيرة الله يخلي لك، كم لديك من الأبناء وطبيعة عملهم أو دراستهم؟ تفضل. أنا اسمي عمر عبد الجواد، دراستي تمت في عمان، هون خلصنا الدراسة واشتغلنا بالملكية الأردنية حوالي 19 سنة في مجال صيانة الطائرات، ومن ثم تم يعني انهانا من الخدمة، يعني قدمنا وقعدنا من الملكية وتوجهنا إلى العمل الخاص. توجهنا إلى دولة الإمارات، أسسنا شركة هناك اللي هي اسمها شركة اتصال للخدمات اللوجستية، مسجل الشركة هناك في الإمارات العربية ومسجلة في شمال أفريقيا وليبيا. احنا شركتنا هي شركة اتصال للخدمات اللوجستية، مكاتبنا لحد الآن موجودة هناك، مكثنا 10 سنوات في مجال الدعم اللوجستي. سمعنا بالاستثمار الأردني هون، شفنا سيدنا الله يطول عمره استثمار وجلب الاستثمار للمملكة الأردنية الهاشمية. قمنا في نقل إدارة الشركة الرئيسية من دولة دبي إلى المملكة الأردنية عمان، والحمد لله أنا ماشيين. جميل. أستاذ عمر، نتحدث يعني متى كانت البداية يعني في عمان، ونتحدث يعني عن هذه الشركة بشكل تفصيلي أكثر. الآن يعني نتحدث عن إنجازاتكم يعني بدبي وبعمان، يعني نحكي عن أبرز الإنجازات مع أي جهات كانت. إحنا شركتنا هناك دعم لوجستي، نقدم الدعم، اشتغلنا في ليبيا في شمال أفريقيا، عرفت كيف؟ جميل. ومن ثم نقل مكاتبنا هون. إحنا بلشنا في شهر 7، بداية شهر 7 السنة 2016. حاليا بنشتغل مع الجيش العربي وما بعض السفارات اللي موجود هون وما بعض الوزارات. جميل جميل. نتحدث يعني عن البداية في عمان، أبرز المشاكل اللي واجهتوها بما يخص موضوع الإجراءات أو البيروقراطية، فيما يخص موضوع الإجراءات بالجهات المختصة أمانة عمان أو وزارة الصناعة والتجارة. بالعكس، يعني كان كل ترحيب. جميل. كان في وزارة الصناعة أو في أمانة عمان أو في إشي رحبوا فينا أو في هيئة الاستثمار، يعني إذن كانت إجراءات سهلة وسهلة. كانت إجراءات سهلة ومبسطة، ساعدونا بكل احترام. جميل. كل تقدير وكل شيء، وقدمونا الخدمة. جميل. أستاذ عمر، الآن يعني بعد هالنجاحات على مستوى عربي في دبي وعلى مستوى محلي داخل الأردن، بالتأكيد يعني الطموحات كبيرة. أنت يعني كمدير عام تتابع كل صغيرة وكبيرة بما يخص موضوع أي تطور في هذا المجال وأي إنجاز لتقدم الشركة. نحكي عن الرؤية المستقبلية وطموحاتك القادمة، إلى أين؟ والله يا سيدي، إحنا جينا على البلد هذا اللي هي بلدنا أول شيء، عرفت كيف؟ صحيح. نتطلع على رؤية أكبر من هيك، إحنا يعني نكون نقدم أكبر من هيك للجيش العربي، للمستشفيات، للوزارات، لوزارة التربية، للسفارات اللي هون. هينا ماشيين ونقول يا رب الحمد لله على كل شيء، يعني أمورنا ميسرة 100% والحمد لله. يعني
جميل. أستاذ عمر، يعني بحكم خبرتك الآن هذه السنوات سواء في دولة الإمارات أو في الأردن، عن تطور قطاع يعني الخدمات اللوجستية، كيف نقيم وضع الأردن كشركات أردنية وكوادر أردنية؟ تقريبا يعني احنا بنكون من اوائل الدول حاليا. عرفت كيف؟ بلد يعني كل يوم عن يوم قاعد بيزيد تطور وانجاع وازدياد في هذا المجال. صحيح. استاذ عمر، يعني تحدثنا قبل قليل بالاعداد حول اين وجد الاستقرار، وجد الاستثمار، يعني انه الاردن مكان مناسب وارض مناسبه لاي استثمار محلي او عربي. نعمة الأمن والأمان، يعني بالتأكيد حضرتك يعني أستاذ عمر سافرت للعديد من الدول سواء الصديقة أو الشقيقة، يعني مجرد دخول الطائرة الأجواء الأردنية نشعر بشعور طيب، يعني نشتم رائحة هواء الأردن، تراب الأردن بالتأكيد. نعمة الأمن والأمان اللي الله حبل الأردن فيها بهذه الأجواء الملتهبة، بحكم الأردن حديقة داخل حريقة. ماذا تعني لك نعمة الأمن والأمان، وكيف تصف هذا الإحساس حال دخولك الأجواء الأردنية؟ أول شيء سيدي، الواحد يعني قد ما يكون بعيد عن وطنه عن بلده، صحيح، مصيره يرجع للبلد هذه. بلد الأمن والأمان والاستقرار والراحة النفسية، بلده مسقط رأسه. صح، بالتأكيد. الحمد لله يعني بلد أمن وأمان، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني جلالة الملك عبد الله يعني تحدثت قبل قليل حول تشجيعه للاستثمار ودعوة أبناء البلد والمسلمين العرب، والمعروف عن جلالة الملك عبد الله أنه قريب من الناس، قريب من الشارع. يعني لو قدر لك، يعني جميعا نتمنى هذا اللقاء، وكان في لقاء معك كرجل أعمال، أدري إذا كان في مقابلة سابقة، كابن بلد أصيل ورجل أعمال ناجح على مستوى عربي، والتقيت بجلالة الملك في مجال للحوار مع جلالة سيدنا لدقائق. محور الحديث شو ممكن تتحدث رجل أعمال عمر عبد الجواد مع جلالة الملك؟ والله يا سيدي، احنا أول نقول لجلالة الملك الله يطول عمره، عرفت كيف؟ هو في كل بلد، في كل جالية عربية كان يلتقي هناك ويشجع الاستثمار ويستدعينا نرجع لوطننا، عرفت كيف؟ فأنا بدعو إخواني هناك، يعني كل مغترب وكل شيء، إنه يجي يرجع لوطنه، يجي يستثمر هون في بلد الأردن، في بلد الأمن والأمان، كل شيء مرحب فيهم. يعني صحيح، يعني هي أستاذ عمر بالتأكيد المسؤولية مشتركة. جلالة الملك دائما يدعو إلى دعم فرسان التغيير، وفي آخر زيارة له محافظة الزرقاء تحدث للحضور، استمد العزم منكم. نستذكر مقولة جلالة سيدنا جلالة الملك المعظم، ارفع راسك انت اردني. بالتأكيد همة الاردنيين دائما مرفوعة عالي، بمت النشامة امثالك استاذ عمر عبد الجواد. انا بحييك حقيقة على الروح الوطنية، بحييك على هذا الانتماء، على هذا الاخلاص لهذا البلد. يعني بلشت العمل بمراحل مبكرة حضرتك، الان جيل الشباب بما يخص موضوع ثقافة العيب، كثير من الشباب ممكن يكمل جامعة ما برضى بأي وظيفة يسلك فيها، يعني ممكن بده ينتظر ديوان الخدمة. مدى أهمية يعني العمل المبكر، كسب الخبرات، رسالة لجيل الشباب لحثهم على العمل؟ والله يا سيدي، احنا نقول لشبابنا اللي هم جيل المستقبل وبنات الغد وشي، انهم يعني بخلص جامعة، بخلص معهد، بخلص شيء، صحيح، انه ما يستنى، يعني يمارس في أي شغلة، صحيح، لأنها تجي الفرصة المناسبة، عرفت كيف؟ صحيح، اللي يبلش حياته. يعني واحد بيطلع السلم درج درج وبيقول يا رب، صحيح، كيف؟ فالإنسان لازم يكون طموح ويكون مكافح في حياته. بالتأكيد، يعني احنا بنحييك مرة ثانية، وحابين نحدد لسال المشاهدين كيفية التواصل معكم بعنوان الشركة والموقع. احنا المملكة الأردنية الهاشمية عمان الجبيهة، مثلث الدوريات الخارجية، بناية كاراكاس، احنا فوق العالم الأبيض. رقم المكتب 201، تلفون اللي هو 533-5005، وفي عنا رقم ثاني اللي هو تليفاكس اللي هو 533-5006. جميل. الأرقام الزميل محمد صبح، الأرقام تظهر على الشاشة الآن، والإيميل، وكيفية التواصل مع الشركة ومع الأستاذ عمر عبد الجواد. مرة ثانية احنا بنحييك ونشكرك على حسن الاستقبال والضيافة، وبنحييك حقيقة على هذه الإدارة الناجحة وهذا الإنجاز الكبير وهذا الدعم لهذا البرنامج. الأستاذ عمر عبد الجواد نورتنا عبر شاشة التلفزيون، إذا بتحب تحكي أي كلمة. حياك الله في شركة اتصال الخدمات اللوجستية في أي وقت، وأي استشارة، أي
يعني الشركة شركتكم، المكاتب مكاتبكم، في أي وقت حياكم الله. الله يبارك فيك. طبعا أعزائي المشاهدين، يسرنا في نهاية هذا اللقاء أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لعطوفة الأستاذ عمر عبد الجواد من شركة اتصال للخدمات اللوجستية من العاصمة عمان منطقة جبيها، نستودعكم الله. شكرا جزيلا. حياك الله يا أخي. الله يعطيك العافية. Should I?